اهلا كابتن فتحي، ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ الله يخليك، كل سنه طيب وانت طيب. وحشنا، طمنا على صحتك. كله تمام الحمد لله. واحنا واقفين هنا قدام النادي الاهلي الجزيره، قدام بوابه النادي الاهلي. فاكر اول لحظه دخلت فيها النادي الاهلي؟ طبعا. اول لحظه بس دخلت من باب التاني، باب المعلمين. طب تعالى واحنا داخلين يا كابتن فتحي، اتفضل. السلام عليكم. مين اول واحد استقبلك وانت داخل النادي الاهلي من البوابه الثانيه، من بوابه كابتن المعلمين؟ مصطفى حسين، ابو الاشبال. ابو الاشبال، كابتن مصطفى حسين والكابتن كامل مسعود هم دلوقتي كانوا معايا. كان معايا خالي اللي هو سيد نصير، بطل العالم في رفع الاثقال. هو طبعا من النادي الاهلي لكن اتمرن هنا، وكان في زمان حديد. وهو اللي قدمني الكابتن مصطفى حسين. دخلت النادي الاهلي تفتكر وانت عندك كام سنه؟ دخلت النادي الاهلي كان عندي 12 سنه. دخلت النادي الاهلي وانت عندك 12 سنه ومستقبلك الكابتن مصطفى حسين، ابو الاشبال. ابو الاشبال، والكابتن كامل مسعود برضو ابو الاشبال. تفتكر مين مرنا كابتن فتحي في الاشبال؟ مرنا هو كابتن مصطفى حسين، هو اللي كان بيمرن. والكابتن كامل مسعود، هما الاثنين. ما كانش في زمان، اصل 12 سنه دي كمان ده بيقولوا يعني انت صغير قوي. ما كانش في البراعم ولا في الاشبال الصغيرين ولا مدرسه الكوره ولا الكلام ده كله. يعني انت بتبدا من كبير قوي. تفتكر المواقف اللي جمعتك بالكابتن مصطفى حسين؟ لما بنقرا في تاريخ الاهلي الراجل ده كان عظيم، اكتشف مواهب كتير. لا وكان يعني فعلا لقب ابو الاشبال ده يعني لقب فعلا حقيقي. انا سعدت بيه، سعدت بيه بقى، مش ان انا اكتر ان انا كنت لاعب. هي لما حصلت لي الاصابه بعد كده انا نقلت من الكابتن مصطفى، رحت للكابتن كامل مسعود. ثم لما حصلت الاصابه وراح دخلت علينا حرب 67، فدي مع دي بطلتنا كلنا، اصابه وحرب. للاسف الجيل ده كان جيل عظيم وفيه مواهب، لكن نكسه 67 قضت على الجيل ده. على مستوى مصر، مش على مستوى الكره المصريه كلها، كل الكره المصريه، كل الناس بطلوا. وبعدين انا كنت في الكليه، والكابتن عبد الصالح الله يرحمه كان استاذي في الكليه، وكان هنا في النادي وعرفنا في النادي وكده. وكان في التربيه العمليه بنطلع نتدرب في المدارس وكده، فشاف فيا موهبه التدريب كابتن عبد الصالح الوحش. لا بس قبل ما نشوف موهبه التدريب، لما جات لك الاصابه اللي هتبطلك كوره وجات النكسه، ظروف الاصابه وقتها كانت قطع في الغضروف، وكانت اصابه وقتها حاجه جديده. زمان ما كانش فيه اصابات، ما فيش حاجه اسمها غضروف يتعالج. لازم تسافر بره، ما فيش سفر بره. ولا حتى كانت قليله اللي جوه هنا، برده ما فيش حد بيعمل حاجه. عملت ايه؟ اقصى حاجه بيعمله بس احسن دكتور في مصر كان مصطفى الشرقاوي، وعبد الحي الشرقاوي الكبير بقى، مصطفى الصغير، لكن عبد الحي الشرقاوي اللي هو الكبير احسن دكتور ورئيس قسم العظام وكده. فودوني له بعد ما رحت هناك. بيعمل بذل ابره، تخش الابره تقطع في انسجه، تقطع في معرفش هو داخل فين اساسا، ويشيل ولا في منظاره وفي الكلام ده. يشيل الورم ده او الدم المتجمع ده او الميه المتجمعه، ثم يحط لك في جبس، تقعد بقى انت وحظك. تقعد انت بقى انت وحظك بعد ما تفك الجبس بعد شهر ونص، تكون العضله كلها انتهت ورجلك انتهت كلها. لولا الاصابه اللعينه دي وكان نكسه 67 كان الجيل ده استمر. بعدها كابتن عبد الصالح الوحش بقى اللي هياخد الكابتن فتحي نصير وهيبدا يوجهه لمجال اخر، يعني هيبدا فيه تاريخ طويل، هو مجال التدريب. تعالى واحنا قاعدين فوق في المبنى الاجتماعي التاريخي برضه النادي الاهلي، نحكي حكايه الكابتن عبد الصالح الوحش مع كابتن فتحي نصير. اتفضل يا كابتن.